بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها سيكام محبة وغرام. مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال جاتاويكا وقيت لغبغيك نتاع الجماعة ونبدأ بعماد. كان تسمع كلام أمك يقولوا لا هذيك ولد ماما، كان ما تسمعش كلامها تقولي عايق والديك، كان تبدأ عندك فلوس وتشري كهرباء رخيصة يقولوا لا هذيك جديدة وما يحبش يصرف، وكان تشري كهرباء غالية تقولي تتفخر عليهم، كان تعمل عرس مضخم وتجيب فنانين تقولي مبذر وتوري في روحك قدام الناس، وكان ما تعمل لهمش بهرج وهيلمان ودنيا تولي قامط ومشحاح، كان تاخو مرأة أكبر منك يقولوا لا طامع في فلوسها، وكان تاخو واحدة صغيرة يقولوا هي طامع فيه، وكان ما تاخوش تولي مسحور، وإلا طفلة تقعد 3 سنين مخطوبة من طفل وبعد يقولها كل واحد على روحه، طفلة تعمل ديبريسيون وتمرض، وكي جيت تسألها شبيك تقولك إيش باش يقولوا علي الناس، إيش باش يقولوا علي الناس. هيك مشكلتنا احنا اللي نخموا برشا في كلام الناس ونعملوا له قيمة وقدر، إلا أنه كلام الناس لازم يكون آخر حاجة تخمم فيها، هما ليهم عايشين عيشتك وانت لك عايش عيشتهم. نعم، حتى حد اللي نجم يعيش عيشة الآخر، وعليه سيبوا الناس في حالها، ما عاش تدخلوا في الناس وما عاش تقولوا كلام خايب، كلام مرزي كما نحن نقوله. وأنا شخصياً كلام الناس ما يعنينيش وما يقلقنيش وما يخصنيش، واللي يقول خلي يقول، المهم نعمل الشيء المقتنع به أنا والباقي ربي وحده هو اللي نجم يقيمني، ماهوش الناس اللي مش تقيمني. إرضاء الناس غاية لا تدرك وإرضاء الله غاية لا تترك، فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. ونصيحتي ليك خدم فمك في الماكلة على الأقل خير من اللي تخدمه في التقطيع والتريش وجبدان عرض العباد، هكاية تربح صحتك وتسيب عليك مذنوب. دونك عماد مرة أخرى حكيتك على ماجد الرومي، مرة هذه نقول لك جورج وسوف كلام الناس، وحسيته حتى تكسيت الأحزان حاجة اسمع فيها تشوف الحبيتري في الدراق. باش كنا احنا المرة الجاية يا كرهبة كامل رنية المرة الجاية المرة الجاية بقدرة كلام الناس بالحق ما لازموش يأثر فينا بالحق، يدمر نفسيك الإنسان كلام الناس بالحق، باش تقعد تركز يسمع كلام الناس توخر وما تقدرش تركز. ركزنا بفقرتك واحكي لنا شو عندك. كما قلنا كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر افكتيفمون، أنا باش نهزكم معايا روبريكتي العجيبة الغريبه اللي سلسوا بها كل جمعاتكم نهارين عجيب وغرايب معايا في الميسيون، ديما انا ابث الفرحه في البلاتو ابث البهجه في البلاتو، باش نهزكم معايا توا الناس الكل عهد قديم شويه واللي هو عهد الفراعنه او العصر الفراعنه، اش عندهم في الوقت هذيك ما كانش عندهم مبيدات حشريه، سبحان الله اخترعوا كل شيء، استبقوا الزمن، توقعوا برشا حاجات ما كانتش موجوده، جات في مبيدات الحشرات وما عندهمش، لكن ضويو قال لك عندنا افكار اخرى جهنميه، اش هي الافكار الجهنميه هذيا؟ عندهم وقتها الملك بيبي الثاني هو احد الملوك الفراعنه. بيبي الثاني هو ملك فرعوني، ويا فاطمه انت بلاد فادليك تسمع راني نبعث لك بيبي الثاني. اش كان يعمل بيبي الثاني وقت اللي كان يحب يتنزه والا يقعد في بلاصه هكا اوفيرت والا بلانير؟ اش يعمل؟ ما عندوش مبيدات حشريه وكانوا الحشرات وقتها موجودين، كانش يعمل كان يدهن العبيد نتاعو بالعسل، يدهنهم الكل العبيد معينين للمهمه هذه، زدك لازمك تفهم مش العبيد الكل يدهنوا بالعسل، العبيد معينين للمهمه هذه يدهنهم بالعسل، دونك اوتوماتيكمون الذبان الناموس الحشرات والنمال كلهم يتلموا على الشخص هذاك اللي مدهون بالعسل وما يقربش منه، هو يبدا حد ساق على ساق والمراوح والريش هكا يمروح عليه وهو مستكوزي وعامل جاي جو. نمشي معاكم عجيبه الغريبه الثانيه باش نهزكم لايطاليا، ما تخافوش باش تقعدوا على البر ماكمش داخلين لايطاليا، تقعدوا في الحدود الايطاليه وباش نهزكم العيد او مهرجان عجيب غريب عندهم وهو موجود منذ عده قرون ولتو لا عرفوا شنو هو، يعني اصل العيد هذا علاش يعملوه لي، هو عيد البرتقال، تقول الاسطوره ويقولوا بعض المؤرخين انه في خلال القرن 13 ميلاديا خرجوا الايطاليين في مدينه فيرا اللي هي الايطاليه ورموا الحكام نتاعهم بالبرتقال اعتراضا على القوانين اللي كانت الجائره اللي كانت موجوده وقتها، ومنذ الوقت هذا
هذيك والى يومنا هذا وفي كل نهار من شهر فيفري يخرجوا السكان الايطاليين لمدينه فيرا ويرميوا بعضهم بالاف الاطنان من البرتقال. راكم قاعدين تشوفوا معايا في التصاور بالحق الاف من الاطنان من البرتقال مش خامج جديد اللي استوردوه ديجا من تونس يمشيوا يتعاركوا به الغاديكا في فيرا الايطاليين. تعدوا بعضنا الاخر عجيبه غريبه لليوم هم بالحق شويه عجيب وغريب اليوم معايا واللي هي في الهند. الهند ايش عندهم؟ عندهم قواعد عجيبه غريبه لكن جالي غالمه احنا في عادتنا في الطاوله نتاعنا المسلمين والعرب ايش نقولوا؟ نقولوا اللي ماذا بيك ما تاكلش بيدك اليسار وتاكل كان بيدك اليمين صحيحه الا في حاله انه الشخص يكون قويش والا اعسر باللغه العربيه. في 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 الهند يعني انت تبدا تاكل بيدك اليمين من با لازمك تمس بيدك اليسار الطاوله ولا تحطها فوق الطاوله جمله سي ستريكتومون انتيردي. ويقولوا انه هذا التصرف هذا هو يحمل قدرا من عدم الطهاره يعني عبد كما نقولوا غير طاهر هو اللي يحط يده اليسار على الطاوله. لكن في صوره ما اذا انت بطبيعتك تكتب باليسار او يعني عسر قويش احنا نقولوا بالتونسي فانه لهنا المعادله تتقلب كومبليتوم يولي من المفروض انك يدك اليمين ما تحطهاش فوق الطاوله. هذو ما عجيبهم وغرايبهم هذو ما طقوسهم هذه كل بلاد ورطالها. دونك ان شاء الله نكون عملت بكم دوره مزيانه على الاخر رجعت بكم للزمن الفراعنه هزيتكم لايطاليا رغم عنكم وهزيتكم للهند رغم عنكم ونتقابلوا ان شاء الله غدوه في عجيب وغرايب اخرى. ايوي ميرسي بوكو صفاء يعطيك الصحه. دونك ان شاء الله العيد هذا نتاع البرتغال ما يصيرش مثل بوزات اهم حاجه بالنسبه لي. لا والله لا يصير روسيا. دونك جاي وقت روسي ستايل كما قلت في اول حلقه اليوم باش نحكي لكم على الجين ولا لي 5 جين اللي هما الاكثر باش نلقاهم في لي كوليكسيون نتاع البرانتون ايتي 2020. نبداو لكم بالسيليكسيون الاولى واللي هو الجين 78 ولا الكروبد. هذايا الجين بالحق من اكثر الجين اللي هو باش يكون موجود اي تري توندونس. دونك تحفون على خاطر سورتو يويتي القصيرات الطويل برشا نقول لكم ما تلبسوش برشا على خاطر هكاك باش ظهر لانه اون ديغي الجين قصير عليكم مش هو قصير. دونك تبدا اكثر من 1.75 كما صافي تبارك الله الكروبد لي. دونك هوني القصيرات كما انا وفاطمه با مش قصيرات برشا صافا القصيرات يخرج علينا كل شيء سفري اما يخرج علينا كل شيء. دونك احنا نجمو نلبسوا سو جونغ دو جين اللي هو الفينيسيون نتاعو سورتو اللي باش يكون فيه تقطيعات شويه ملوطه الالوان باش يكون الابيض ديلافي اي لو نوار. دونك نتعدى بكم هاو جايك موديليتك ما تخافش نتعداو للسيليكسيون الثانيه واللي هو الجين جوب كولوت. هذا ما فهم الستيل اللي انت تنجم تلبسه. دونك بالحق من الجينات اللي ياسر حلوين ومزيانين وتخي توندونس تراندي اي فاشن. دونك وي ويتي زاد الطويل القصار كي تبدا عندك ديونش اسي ديفلوبي تنجم تلبسه. بالحق من الجين تنجم تعمل معاها معناتها الكومبوزيسيون نتاع بوكو دو لوك افيك دي باسكيت معناتها بوغ ان ستيل سبور شيك ولا كاجوال ولا ابيي افيك دي تالون. تو مازلنا لي بوتين لي بوس نجمو نلبسهم ولا افيك دي صندال اي سورتو لي صندال اللي يبداو بالخيط او نيفو دي شوفي. دونك بالحق الابيض ديما باش يكون موجود هو ديجا حتى في لوتون ايفير الجين الابيض كان موجود سينو كيف كيف دي لافي ولا الجين الغامق شويه. نتعدى بكم للسيليكسيون الثالثه واللي هو الجين كولوري اي سورتو لي كولور باستيل كما قلت انا لي كولور باستيل باش يكونوا موجودين في لي فيتمون في لي جين في لي اكسسوار. دونك نشوفوا هوني لي جين اي سورتو الكولور هذايا الفيولي ولا البارم ولا الغوز ولا الفير الفير بال هكا ان فير دو ياسر معناتها فاتح باش زاد الجينات خاطر الكولوري احنا قعدنا هكا شويه سنين مريناهمش وما كناش بوتيتر ياسر نحبوا الجين كولوري مي سورتو الكولور بارم باش تكون هي اكثر كولور طالعه سنين في لي جين بلي ستيل الكل معناتها باش نلقاو الكروبد سيت ويتيم معناتها ولا باش نلقاو الجوب كولوت ولا باش نلقاو معناتها لو ستيل دوا ولا البيبر باج ولا معناتها في لي ستيل الكل مي يبداو كولوري. نتعدى بكم للسيليكسيون الرابعه واللي هو الجين هذا اللي هو الكيك فلير ولا الجين الايفازي مي قصير. دونك احنا من الاول شفنا الجين 7/8 اللي هو بلوز اوموا معناتها لا كوب دوات هوني اللي فما كيما الباديف اما يبدا كروبد معناتها 7/8 ولا بونتاكور ديجا من معناتها من احلى لي جين واللي هو ياسر ستيلي. دونك هوني كيف كيف في الصيف نجمو نلبسو افيك دي مول ولا دي صندال ولا دي باسكيت وفي الشتاء توا زاد نكملو زاد نجمو نلبسو افيك دي بوتس ولا دي بوتين ولا حتى دي بوت. دونك نتعدى بكم لاخر سيليكسيون واللي هو لو جين امبل ديجا حكيت عليه انا لو جين
جين أبل وعملت غوبريك كاملة عليه باش يكون زادا من لي جين الحاضرين بتات خوني جين أبل ما يخرجش على الناس الكل يسمن شوية بالحق خاطر معناتها الكوب نتاعو هكا مدورة شوية معناتها فما شوية يشبه للجين بالون كي تبدا عندك هكا دي روندور نبعدوا عليه شوية باغ كونتخ كي تبدا ضعيفة من أحلى الجينات اللي تنجم تلبسهم وكي تبدا ضعيفة وقصيرة هوني أحسن حاجة أنك تلبسوا افيك دي تالون دونك كان هذوما لي 5 جين اللي باش يكونوا حاضرين في لي كوليكسيون برانتون ايتي 2020 دونك ان شاء الله كنت فدكم كالعاده في غوسي ستايل وبيان سور غدوه دي ستيل جدد دي لوك جدد اي دي زاسوس جدد ميرسي بوكو غوسي نمشيو نختموا مع لي شيف مرحبا بكم فاطمه مره اخرى نحن كنا عند وعدنا وطاولتنا حضرت خلي كلمه الفات مرحبا بكم سادة المشاهدين طاوله حضرت كما قلت مالح وحلو الوغ اليوم دبارتي كانت المقرونه ورده نمرو 2 عملتها بالبيستو والكروفيت خديت الزيت النجمه اللي بالقطانية حطيته في القلايه وقليت فيه الكعبات شويه فيه الكعبات الكروفيت بشويه لامال نتاع ثوم توت فيت ابخي معناها فيسع فيسع خاطر الكروفيت ما فيهاش روح فيسع ما تتشوى حطيت ثلاثه مغارف بيستو وحليتهم معاهم مغرفة كريم فريش وخليتهم دوب ما دقيقتين هزوا الغلوة وانترو طون حطيت الماء بتاع المقرونة يغلي خمسة دقائق خليت المقرونة غلات خمسة دقائق في الماء وثلاثة دقائق الاخرانيين حطيتهم في يوسو الصوص هذيك اللي حضرتها وحطيت معاها دو لوش من الماء السمطان بتاع المقرونة وخلطت المقرونة بتاعي مع جبن الفومي المرياح حطيت في وسطها ومن بعد حطيتها في البلاتو وزدت ضريت عليها جبن هذه بالنسبه للمقرونه بالنسبه للسلطه اليوم اللي اخترتها بالبروكولي والجناريه والطوماط سوغيس والبصل بيان سور والجبن المرياح صمت البروكولي في الماء مش برشا نخليه ادانتي خاطر ما يتيبش برشا البروكولي في ساعه حطيته في الماء بارد الجناريه زاد دوب ما غطستها في الماء ونحيتها خليتها ادانتي خلطتهم معاهم الطوماط سوغيز والبصل والمعدنوس وحضرت لهم الجو بتاعهم بالزيت النجمه القطانية والقارس ملح فلفل اكحل مغيفه موتارد خلطت الكل مع بعضه وحديت شويه معدنوس معاهم وزينت السلطه بتاعي بكعبة زيتون هذا فطوري اليوم وصحه وبشفاء ميرسي فاتن انا اليوم حبيت نحضر لكم حاجه انتم ديما تعجب معناها ماهيش صعيبه سهله وبسيطه عملت هذوما البراج ولا القرص ولا كل واحد شنو يسميهم بالسميد يلزمهم زوز انواع سميد خذيت سميد ورده الجويد والمتوسط هما اللي عملت بهم القرص بتاعي ومعهم فارينة أنا قلت لكم على المقادير متاعهم كيلتين سميد متوسط كيلة أرطب وكيلة فارينة وكيلة زيت أنا خذيت زيت نجمة اللي بعباد الشمس هو اللي عملت بهم اليوم لذوما البراج متاعنا عجنت زادة التمر حطيت فيه شوية سكر اللي بالزهر سمارت شيف في العجينه نتاعي حطيت خميره انستونتاني سمارت شيف وحطيت شويه بيكربونات دو سود سمارت شيف وعجنتهم بماء بالما وريتكم التكنيك نتاع العجنان ونتاع الحلان معناها حاجه بسيطه وسهله وماهيش متكلفه وذوما حاجات نجموا تعملوهم بالمسابقه تعطيهم للصغار تاع شويه مع كيستي بسيطين وسهلين اي سورتو ماهوش متكلفين نشكركم على الاهتمام لنا ونقولكم ديما ابعثوا اقتراحاتكم وحنا راهو نعملوا بهم الكل ونشكر مزوديننا على المنتوج المزيان هذايا اللي يعملوا به روسيتاتنا الناجحين هذوما ان شاء الله تكون عجبتكم دبارت اليوم ونقولكم الى اللقاء الغدو ميرسي لي شيف احنا تويكا نجيو لوقيت الغوميرسيمون نبداو بغوسي كالعاده نشكر متابعي الماتينال وأوفي قناه التاسعه نقول لكم ابعثوا لنا اقتراحاتكم ولي ميساج نتاعكم على الباج اوفيسيال الماتينال غوسي ستايل انستغرام وغوسي ستايل فيسبوك جو غوميرسي ايغالمون جويس اللي تلقاها في سكر نابل وياسمين حمامات باج انستغرام وفيسبوك جويس جو غوميرسي ايغالمون لارتيست كوافور يمن اللي تلقاها في حي الواحات دونك باج انستغرام وفيسبوك لارتيست كوافور يمن كما العاده نقول ان شاء الله يا ربي يسترنا ويستر بلادنا والوقايه
فاطمة كالعادة أنا نشكر بوتيك بزنس كلاس اللي قاعدة تلبس فيه تلقاها في حي الواحات لاوين حي الواحات في سنتر اف باش فيسبوك بزنس كلاس. زادا كيف كيف نعمل غوميرسيمون لارتيست كوافور يمن بوغ لا ميزون بوتي اللي تلقاها في حي الواحات باش فيسبوك اي انستغرام يمن لارتيست كوافور. زادا كيف كيف نحب نوجه نداء للتوانسة بربي ليل الخوف ليل الفزع من غير ما نفرغوا المجازانات شوية وعي راي احنا العمدة على الوعي وبربي اكل ماسكويت واللي بافيت اللي كانوا 3000 يوليو 15000 بالحق احنا لهنين وليو عصابة في قلب عصابة بالحق شوية وعي وشوية تروي وناخذوا الامور ببساطة. باهي يعطيكم الصحة البنات نجيو للايمات. أنا نسلم على الناس اللي تابعونا الكل ميرسي بوكو يعطيكم الصحة دونك جو لو ميرسي انورميمون بوتيك سي ان دام اللي لبس فيه دونك سي ان دام تلقاوه موجود في طريق سكرة باش فيسبوك انستغرام سي ان دام سكرة جو لو ميرسي اوسي ايم اند ميد كواف اللي تلقاوه موجود في حي الواحات باش فيسبوك انستغرام ايم اند ميد كواف. ميرسي ميرسي. أنا بدي نشكر يامن الارتيست كوافور تلقاه في حي الواحات باش فيسبوك انستغرام يامن الارتيست كوافور. نشكر مورا البوتيك اللي تلبس فيه تلقاوه في طريق سكرة كما تلقاوها زادة في صفاقس. نشكر انزو شوز تلقاو في المنزل الثامن باش فيسبوك وانستغرام انزو شوز كل جمعتين عندهم كوليكسيون جديده كيما عندهم دي برومو على كوليكسيون اللي اقبل. نحب نشكر ليكيب تكنيكي كيب الاعداد زميلتنا منيا الحرزي ونحب نخلي جمهورنا العزيز يستمتع باغنيه فايزه المحرسي اللي هي ياليتني. دونك بسلامه ملتقانا غدا ان شاء الله. نعرفوك مراه حاذقه وقديره تبعناك في الكبيره والصغيره تعلمنا منك سر العجنه بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لنتشيح عجنتها اللي شفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كيما حلالم كل مرأة مجدية. حلالم وردة البنة الزمنية وردة سرها المحبة. جبن مرياح مياه بالمياه حليب. مع سماحة شيف مسهلها البنة. بذرة صدق زرعناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها سيكام محبة وغرام. نجمة راك حرة. ليبرتا للأسفار والسياحة حجاجنا معتمرين في مام وعينينا. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. اليوم جيناكم سيرفيس او ام اس فيه 3 ألوان الروج النوار والدوري. ستة مغارف مع سوبور مع زوز برارد ومعاهم فريتوز قلاية 3 لترات مقفول وكسكس ومعاهم الكوكوت 6.35 لتر و 6 لترات 3 ناجر الكبيرة والمتوسطة والصغيرة 5 لترات و 3 لترات وزوز لترات زوز كسرونات بالغطاوات متوسطة وصغيرة 2 لترات و 1 لتر 3 زازوات معها غون ومعها دو سوبلا انفير هذوما الكل ومعاهم طبليه كادو. هذا الكل تلقاوه ب 769 دينار اكاهو وفما تسهيلات كبيرة في الدفع. مالا كلمونا على الرقم 29 626 626 وإلا 20 907 3 أصفار.